أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا أقول إني أعبد الله وحده لا أشرك به شيئا، فهل أنا مطالب بالعلم بلا إله إلا الله؟ وإذا لم أتعلم هل أدخل النار؟ نعم، هناك علم واجب فرض عين، وهو العلم بمعنى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد من أن تعرف العقيدة الصحيحة وما يضادها ولو بصفة مختصرة، ولا تبقى على جهلك، وأنت تقدر على التعلم. ما دام أنك تقدر على التعلم وعندك العلماء وعندك المدارس وعندك، فليس لك عذر أنك تجهل معنى لا إله إلا الله. نعم.